يضغط الآن الظفراوي والكرة ملعوبة. فارس الظفرة يتقدم بهدف أول. الفارس يقاتل كما يريد محبوه أن يروه بأبهى صورة. يتقدم بهدف أول من ضربة رأسية ويسجل عبد الله الرفاعي المدافع الذي يدافع عن حظوظ الفانيلة الصفراء. هذه الضربة الركنية وهذه الضربة الرأسية وهذا الهدف الأول. ظفراوي بامتياز. ظفراوي يتقدم ويعلن عن هدف الأسبقية في طبعا اللقطة الماضية، وعلى أثر ذلك يفرح.